بالنسبة لليسار، نحن نعني باليسار قيم اليسار، ولكن عجبتني واحد كلمة كان قالها السي عمر مرافيج، يعني إلا جبتي حزب يميني من فرنسا حتى تيجي في المغرب راه غيولي يسار متطرف. يعني إحنا اللي كنقول إلا بغيتي كاع تختصر، إحنا أشني الأشياء اللي متميزين أو كنحاولوا أننا نتميزوا فعلا الإخوان ديالنا في الأحزاب الأخرى أو في التيارات الأخرى أو في اليسار، هو نبنيو أحزاب حقيقية، نبنيو حزب حقيقي. يعني نعطيكم غير واحد المثال، شوفوا الأغلبية الساحقة الأحزاب بما فيها الأحزاب الذي الحزبين اللي باغيين يحطوهم هما سميتو البا والبي جي، عيطوا عليهم هذا القاع، قول لهم الله يجازيكم بخير قولوا لنا التحالفات ديالكم بشكل نهائي، فين قادرين تمشيو وفين قادرين دائما غيبقى واحد المساحه المعروف، غادي يقول لك احنا ضد البار وما نتحالفوش مع البار، ولكن الا اقتضى هو خط احمر كيقتضى الحال اخر لحظه الى اخره، البار غادي يقول لك احنا ما نتحالفوش مع هذوك لاننا احنا حالفين اخرين، ولكن لا اقتضى ديما تيخلي واحد الهامش على الاقل ضرب هامش يعني اقتضى الحال، صراحه شنو هو ازمه بلدان غنديروا حكومه ائتلافيه، الحكومات الائتلافيه هي حالة استثنائية كتعيشها المجتمع والدول، حالة استثنائية كتعيش الدول والحكومة، أما حنا ولات عندنا الحكومة الائتلافية حالة هي القاعدة هي الأصل، كل شيء في الحكومة، أي واحد ما إلا قلت لي تفضل الحكومة غيقول لك ما غيقولكش لا ما يرضاش وجهك مسكين اللحم ما كيضربش غادي هذا، وإلا جاء خرج من الحكومة باش واحد يدخل عاوتاني حتى هو لدرجة أنه شفنا أشياء من قبيل أن الحركة الشعبية كتصوت ضد التصريح الحكومي أي ضد البرنامج الحكومي وكتطلع باش الحكومة باش تطبق هذاك التصريح اللي صوت ضده، زعما تناقضات. حنا بغينا السياسة بحال اللي قالت أخت رفيقة نبيلة منيب، حنا السياسة تبنى حنا قواعد واضحة كيف ما هي في العالم كله، عاد كتجي القضية ديال اليسار فقط، حنا نؤاخذ اخواننا في اليسار على كونهم ما بناوش السياسه على هذه القواعد الواضحه، نعطيكم غير قاعده اخرى، احترام اولا تصريح التعاقدات تكون تعاقدات واضحه، ثانيا الوفاء للبرنامج اللي كتقدمه، ثالثا التزام التعاقدات مع الاطراف اللي تم الى اخره، يعني هذه السياسه طبعا تشبع والدفاع على القيم ديال اليسار. بالنسبة فعلا البارك يقترح علينا أنه العدالة والتنمية يقترح علينا تقسيم المجتمع المغربي إلى من مع الإصلاح من ضد الإصلاح، والبارك يقترح علينا تقسيم المجتمع المدني المجتمع المغربي من مع الحداثة من ضد الحداثة، لا الفكرة ديال الأول ولا الفكرة ديال الثانية صحيحة، علاش؟ لأن نعطيك مثلا الإصلاح، نحن مع الإصلاح واش حنا ضد الإصلاح؟ طالبنا به وناضلنا وأدينا الثمن في النجد وطالبنا مزيان، ولكن يا إخواننا في العدالة والتنمية، هل الإصلاح يكون بأدوات الإفساد وبمصادر الإفساد؟ من كيران يقترح علينا الإصلاح بأدوات الإفساد وبمصادر الإفساد، حنا فهمت. ثانيا هل الإصلاح يكون بمعزل عن الإصلاح الفكري والتنوير اللي هو الوجه الفكري للإصلاح؟ هل يمكن أن يكون إصلاح بدون إصلاح ديني؟ يعني لا بد أن تكون هناك رافعة فكرية للإصلاح، مشروع الإصلاح باكيج متكامل وفي لبه يفيد الإصلاح الديني، لا يمكن يا إخواني أنني نقول الإصلاح نقول الإصلاح ونجي نقول للناس بأن اشترحت لأن الله سبحانه وتعالى راضي علينا، هذه القراءة الدين انطلاقا من القراءة ديال واحد الآية قرآنية بناء عليها، وأنتم كتقولوا بأن يعني بهذا المنطق المحلات اللي كطيح فيهم الشجر الله راضي عليه، يعني في الدول اللي فيها الراجل كيتزوج الراجل والمرأة كيتزوج المرأة والله راضي عليه وحنا اللي ما دايرينش، يعني يمكن واحد التناقض سميتو، يعني هو انا متاكد انهم عارفين هادشي
الأمر هو الغاية الانتخابية، لا بأس أنني استعملت يعني أن أغازل. هنا سؤال، هل الأحزاب السياسية كأخرى دورها هو أن ترفع مستوى المواطنين؟ بحال اللي كانت كدير الحركة الوطنية، ما يأمنوش بالخرافة، ما يأمنوش بكذا إلى آخره، أم أنها تنزل على وهذا لا علاقة له بالإسلام، باش نقول لك لماذا؟ لأنه الإسلام نحن متشبثون به ومعتزون به ولا يمثل أمامنا أي عقدة، ولكن إسلام متطور، إسلام مقاصده إلى غير ذلك. إذا ولا مشينا للبار، الحدث التي يقترح علينا الحدث هي موازين علما بأنني ماشي ضد الموازين، أنا كنائب الموازين أنتقدها من زاوية الحكامة، ولكن لا أنتقدها من زاوية أنه أنا ضد الفرح أو ضد الغناء أو ضد استدعاء الفنان الأجانب إلى غير ذلك. بالنسبة لي هي موازين، هي بعض الأفلام زعما اللي فيها تجاوز ديال الحدود في السينما، بعض هذه الحدث الحدث السياسي عمر الضباب دولكم على الملكيه البرلمانيه، الوجه ديال التحديد السياسي النظام القائم هو الملكيه البرلمانيه، هذه معروفه، هذه كتكرر الطلبه في الجامعات في العالم كله معروفه، هذا الوجه ما كيتكلمش عليه، ما تيتكلمش على الملكيه البرلمانيه مثلا. اذا الاخر تعطي يبيع لك الحداثه ولكن معزوله من صلبها الحداثه السياسيه، يعني ما هذاك ما تذكروش عليها، وكيعطيك بعض الجوانب فقط من الحداثة يعني الثقافية والاقتصادية.